هذا وقد حظي الإعلان عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج العقوبات البديلة، برنامج السجون المفتوحة، بإشادة واسعة من قبل أهالي المستفيدين من البرنامج. والله نشكر جلالة الملك ووزارة الداخلية على إتاحة الفرصة للجميع عشان يصحح مسار حياته، يعني فرصة ما تتحقق بهالبساطة، وحصلوا لهم شانس ان يبتدون حياة جديدة يعني، وان شاء الله هذا يكون دافع لهم عشان يقومون بالعمل الصحيح في المستقبل ان شاء الله. البرنامج بالفعل برنامج جيد، ويستفيد منه الكثير من الناس اللي أخطأوا في مراحل من حياتهم. نشكر طبعا جلالة الملك والحكومة الرشيدة ووزير الداخلية على هذه المبادرة الطيبة اللي راح تفرح الأسر البحرينية وكثير من الأسر البحرينية، وتفتح آفاق جديدة للناس اللي أخطأوا في حياتهم من أجل إكمال مستقبلهم. أول شيء نحب نشكر جلالة الملك الله يحفظه على المبادرة الطيبة اللي لها أثر على الأهالي ولها أثر حتى على المجتمع. يعني هذه مبادرة تدل على يعني حنكة القيادة وحكمتها، وإحنا صراحة هذه كلمة حق نوجهها للقيادة صراحة، يعني هذه ما تسويها للدول المتقدمة صراحة، وإحنا يعني نفتخر ونعتز بالمبادرة هذه الطيبة.